جوجل تعالي بس عشان نعمل الفيديو. احنا كده فين؟ في اعلى حته في روما، اعلى قلعه في روما، اعلى حته ممكن تشوف منها روما فظيعه. اسمها ايه بقى القلعه دي؟ اسمها ايه القلعه دي؟ قول معايا كده. انجيلو انجيلو تقريبا كده. ايوه، وده المدخل بتاعها. من جوه ساقعه قوي، متلجة. وده ملاك ماسك سيف ده ولا ايه؟ بيحرسها. مدخل. احنا كده فوق القلعة، وادي روما كلها بقى. ده قوي، ده ملاك معروف. رافائيلو؟ اعتقد رافائيلو. خضرة تجنن في كل حتة، مباني تجنن بتاعت الرينيسانس. وادي الفاتيكان. الفاتيكان الطريق بتاعه اللي يدخل منه يدخل على بقية الفاتيكان. ودي المسلة هناك، هي جاية تكون باينة بس دي المسلة اللي حاطينها من هنا. واحدة من الـ 14 واحدة 17 كمان، خاطفين 17 واحدة في روما. بس مدينة في العالم فيها مسلات أكتر من مصر نفسها. ده هيل من الهيلز اللي مشهورة في روما. يا رب عليها. ودي البريد اللي احنا عدينا عليه. في روما في كام هيل؟ 5 هيل؟ مش فاكر، احسن يكون 7. 7 هيلز. وادي البريد اللي جينا عليه من المدينة لغاية ما وصلنا للكاسل. في مطعم هناك حلو. Perfecto.